ما تنساش تعمل ريكورد. طيب، السلام عليكم. بسم الله. طبعا احنا اليوم راح نكمل السلفونامايد. اي ثينك خلصنا، يمكن حكينا عن ترايميثوبريم اشي ولا ما حكينا؟ طيب نرجع بس يعني اخر يمكن نقطتين لهم علاقه بالسلفونامايد، انه في كثير من الحالات بنعطي او حاليا بنعطوا in combination with a new another compound called trimethoprim. طبعا الترايميثوبريم بيشتغل على وين حكينا؟ على الدايهايدروفوليت ريدكتيز. خلينا نرجع على الميكانيزم. بنلاحظ انه السلفونامايد بيشتغلوا على الدايهايدروبتيرويت سينثيتيز انزيم. هيو ترايميثوبريم بيشتغل على الدايهايدروفوليت ريدكتيز انزيم. هسا ممكن أسئلة كثير تيجي على هذا الميكانيزم. أول سؤال، which one do you think will be more selective than the other, sulfonamide ولا trimethoprim؟ شو الجواب بده يكون؟ more selective على البكتيريا، مين فيهم راح يكون أكثر selectivity؟ sulfonamide ولا trimethoprim؟ طبعا based on the mechanism of action. Based on these two enzymes, dihydropteroate with dihydrofolate. شو حكينا؟ مين بيقدر يجاوب؟ ما في إجابة؟ جمالكم سطينا الصبح. طيب، الدايهايدروبتيرويت سينثيتيز انزيم اتس نوت افيلبل ان اور سيلز. هذا حكينا عنه في بدايه كلامنا على السلفونامايد. سو اتس نوت افيلبل ان ذا ماميليان سيل، سو سلفونامايد ذي ار 100% سيلكتيف. بينما الدايهايدروفوليت ريدكتيز ات از افيلبل اولسو انسايد اور بودي. فاذا الترايميثوبريم will be less selective. مفهومة هاي النقطة؟ فهاي أول جزئية. ثاني جزئية، سلفونامايد بيشتغلوا على هاي الستيب اللي هي الدايهايدروبتيرويت سينثيتيز. ترايميثوبريم بيشتغلوا على الستيب الأخيرة تقريبا، دايهايدروفوليت ريدكتيز. They are targeting two different enzymes in the same metabolic pathway. They are targeting two different enzymes, two different steps in the same metabolic pathway. شو سمينا هاي العملية أو هاي الخاصية؟ مين بتذكر المحاضرة الماضية؟ ولا نبلش نسأل؟ آلاء الحنبلي. آلاء، معنا آلاء؟ دكتور معك، شو سمينا؟ بس صراحة مش عارف الجواب. أنا بعمل targeting لتو enzymes مختلفين بس بنفس الباثوي. شو سمينا هاي العملية؟ متذكرة؟ لا صراحة دكتور. طيب هاي معلش بس. Sequential blocking. Sequential blocking يعني أنا بدي أعمل blocking أو inhibition ل two successive steps in a sequence. Sequential blocking. طبعا شو أهمية إني أعمل أعطي two drugs بيشتغلوا على نفس الباثوي؟ مين بتذكر كمان حكينا عنها المحاضرة الماضية؟ أرجع أذكركم فيها. حكينا إذا أنا أعطيت سلفونامايد لحاله قديش نسبة إنه يعطيني activity وقديش نسبة إنه ما يعطيني activity؟ بمعنى آخر، قديش احتمالية انها تكون البكتيريا ريزيستنت للسلفونامايد؟ شو الاحتمالات اللي ممكن تكون بوسيبل؟ انه يشتغل السلفونامايد لحاله او ما يشتغل او ما يشتغل. فهاي هي التو بوسيبل. اذا 50% انه يعطيني اكتيفيتي بغض النظر انه اكتيفيتي عاليه ولا قليله، و 50% انها تكون البكتيريا شو؟ resistant. resistant. اوكي،
طيب طب لو اعطيت ترايميثوبريم لحاله انسوا السلفونامايد قديش احتمالية يمنع بالضبط 50% انه يعطيني اكتيفيتي و 50% تكون البكتيريا للاسف ريزيستنت على الترايميثوبريم. طب خلينا نشوف هسه لو اعطيناهم ان كومبينيشن شو الاحتمالات؟ اعطوني الاحتمالات. ممكن انهم يشتغلوا الاثنين مع بعض، يشتغلوا الاثنين مع بعض، واحد يعمل تارجتنج لهاي واحد يعمل تارجت. طيب الاحتمال الاخر واحد يشتغل وواحد ما يشتغل، السلفونامايد يعمل انهبيشن لهاي الباثوي بس الترايميثوبريم تكون البكتيريا ريزيستنت له، او البكتيريا تكون ريزيستنت للسلفونامايد but susceptible to trimethoprim or the bacteria is resistant to both of them. هسا شو الاحتمالات اللي كانت البكتيريا تأثرت سلبا؟ كم احتمال؟ 4. لا انها تأثرت هون، تأثرت البكتيريا 2. هون تأثرت البكتيريا، انا بحكي كمحصلة نهائية. تأثرت هون، تأثرت هون، تأثرت يعني 3 من أصل 4، يعني 75% my combination is effective، صح ولا غلط؟ و 25% the bacteria is resistant. فلاحظوا معي قديش قلت الفرصة الريزيستنت لهاي الكومبينيشن، كانت بالأصل 50% للإنديفيدجوالز، شو صفت؟ 25% النص، فنقصت النص. واضح؟ وهذا هو الـ importance of this synergistic action between the sulfonamide and trimethoprim، وهذا اللي بنسميه sequential blocking. طبعاً sequential blocking تستخدم في كثير من الحالات، يعني مش بس بالفوليت بايوسينثيسيس، في اكثر من حالات الانتي كانسر كمان ممكن نستخدم سيكوينشال بلوكينج. لو اخذنا مثال ثاني، لما نحكي انا بدي اعطي جنتا مايسن، ما بعرف اذا ذكرت هذا المثال عندكم في المحاضره الماضيه، و باي بيراسيلين، ها دكتور. طيب هسا الجينتامايسين والبايبيراسيلين they are two drugs co-administered with each other، يعني as a drug combination. Is it an example of synergistic effect؟ دكتور يمكن لأنه كل واحد راح يشتغل على باثوي شكل فبيكون synergistic effect. طيب فطبعا انا مش راح اعطي، مش راح اقدر اعطي الاجابه الا اذا كنت عرفت شو الميكانيزم تبعت الجينتامايسين واللي راح نحكيها ان شاء الله في المحاضرات القادمه. They have a synergistic effect. طيب is it an example of sequential blocking synergism او combination؟ هل هو مثال على sequential blocking؟ يعني بيشتغلوا على نفس الباثوي بس بمراحل مختلفة أو على two steps مختلفات؟ لا. ليش؟ لأنه الجينتامايسين هو بروتين سينثيسيس إنهيبيتر، بروتين سينثيسيس إنهيبيتر، وهنا بشتغل على إيش؟ على السيل وول إنهيبيتر. فإذا it's not an example of sequential blocking. فإذا أنا عارف التعريف تبع sequential blocking بقدر أميز whether this combination is an example of sequential blocking or not. But definitely it is an example of synergistic combination. تمام شباب؟ دكتور ممكن تمام. سؤال؟ دكتور طب مش احنا بنعرف انه اذا الدويين اشتغلوا على نفس الباثوي بيكون دوبليكيشن، كيف هذا حسبنا انه synergistic؟ كيف دوبليكيشن؟ مش هما بيشتغلوا على نفس الباثوي؟ طيب
ما بعرف، أنا بعرف من معلومات الثيرابي مش من الميديسينال، إنه إذا كانوا الدوايين بيشتغلوا على نفس الباثوي بيكونوا دوبليكيشن، أما لما يشتغلوا كل واحد على باثوي شكل بيكونوا سينرجيستك. يمكن هيك كنت فاهمة يعني. هو في أكثر من تعريف للسينرجيزم. هو فعلاً سينرجيزم إنه يمكن إحنا شرحناها في الميديسينال 1 إذا متذكرين، حكينا عن السينرجيزم والبوتنشيشن والأديتيف إفكت. إنه السينرجيزم لما أعطي تو دراجز، واحد بعطيني أكتيفيتي واحد والثاني بعطيني أكتيفيتي واحد، إذا أعطيتهم إن كومبينيشن الأكتيفيتي بتصير 4 أو 5، فهذا بسميه سينرجيزم، يعني واحد ساعد الثاني بالأكتيفيتي. أوكي؟ إحنا هنا من ناحية في بعض الكتب بتعتبرها سينرجيزم لأنه اتجنبنا فرصة الريزيستنت ميكانيزم. أوكي؟ تمام، شكرا دكتور. يعني في كثير من الكتب بتسميها دوبليكيشن، انه مثلا والله هذا شغله منفصل تماما عن شغل الثاني، فيا اما هذا بعطيني اكتيفيتي يا اما هذا بعطيني اكتيفيتي. بس هي بليف ات اور نوت ذيس كومبينيشن الاكتيفيتي تبعته احسن من الاكتيفيتي تبع الترايمتوبرم لحاله والسلفونامايد لحاله. طيب إذن بالنسبة للترايمثوبرم حكينا بيشتغل على الدايهيدروفوليت ريدكتيز إنزيم which is also available in our cells، بس لحسن الحظ في عندي significant structural differences between human version and the bacterial version of this enzyme. والدليل إنه الترايمثوبرم will selectively يعني 100,000 times more selective على البكتيريال دايهيدروفوليت ريدكتيز. فاذا هو في له جزء كبير من السلكتيفيتي لانه تركيبته يعني فضلت ترتبط بالبكتيريال فيرجن اوف ذس انزيم. مفهوم شباب؟ طبعا الاسم الدارج تبع هذا الكومبينيشن كو ترايموكسازول، والاسم التجاري شو حكينا عنه؟ شو اسمه التجاري؟ بلكاترين. بالضبط، مع السلفاميثوكسازول اللي هو البلكاترين او السبترين الاجنبي. اخر شيء الميكانيزم، سوري الاس اي ار ما بدنا اياه، يعني هذا السلايد فورجيت ات اند ذس سلايد وي دونت نيد ات، اي ويل نوت اسك يو اباوت ذا اس اي ار اوف تراي ميثوبرم. اوكي، في احد عنده سؤال على السلفونامايد؟ طيب خلينا نبلش ب الكينولونز والفلوروكينولونز as a new chapter of antibacterial agent. هاي المركبات بتشتغل على nucleic acid transcription and replication and they are totally synthetic compounds زيهم زي السلفونامايد. Totally synthetic. فراح ركز أول إشي على الستركتشر تبعهم، بعدين نحكي عن الميكانيزم of action، بعدين نحكي عن SAR. إن شاء الله في المحاضرة الجاية بنكمل على المشاكل اللي ممكن تواجهنا بالكينولونز والفلوروكينولونز. مين بيعرف أدوية من ضمن هاي المجموعة؟ ليفوفلوكساسين، سيبروفلوكساسين. تمام، شو كمان؟ أوفلوكساسين، نورفلوكساسين، وفي مركبات جديدة اللي هي السبار فلوكساسين، جاتي جيمي فلوكساسين. كثير مركبات موجودة وكثير تستخدم بصراحة drug of choice في علاج urinary tract infection، في علاج lower respiratory tract infection، في علاج bone infection كمان. They are highly effective. بس بالمقابل they are contraindicated in pregnant and lactating women. They are contraindicated in children أو in patients before adolescence قبل سن البلوغ. يعني هيك عن هاي الشغلات. في لهم possible drug-drug interactions، وحكينا عن هاي المركبات if you remember لما كنا نحكي عن بالميديسينال 1 عن الانزيم inhibitor. هم يعتبروا انزيم inhibitor للسيتوكروم B450، فممكن يكون في تداخلات دوائية بينهم وبين مركبات ثانية. anyway نيجي على أول مركب بهاي المجموعة تم تصنيعه اللي هو النالديكسيك أسيد. First synthetic quinolone antibacterial
طبعا بعدين اتوالت اللي هي تصنيع مركبات اجدد لتكون more او with broader spectrum of activity with better activity على الجرام negative pathogen with lower incidence of phototoxicity. رح نحكي عن phototoxicity ان شاء الله في المحاضرة الجاي، مش رح نكمل حكي عنه اليوم، بس لازم نعرف شو الفرق بين الفوتوتوكسيك والفوتوسينسيتيف. مين بعرف يحكي لي شو الفرق بين الفوتوتوكسيك والفوتوسينسيتيف؟ شو يعني فوتوسينسيتيف؟ هيك بس يعني زي برين الدكتور حساسيته للضوء. مين جواب؟ مين حكى حساسيته للضوء؟ دكتور أنا حكيت إنه حساسيته للضوء، إنه ممكن الدواء إنه بس يتعرض للضوء إنه يخرب يصير له دمج، إنه بتحسس لما يتعرض للضوء. Photosensitive means my drug will be destroyed, will be degraded upon exposure to light. نقطة. طبعاً شو راح يعطيني بشكل عام؟ راح يعطيني inactive fragments. يعني اتكسر اعطاني inactive fragments، عشان هيك بنسميه photosensitive. لما انا اعطي مركبات زي هيك من هاي المجموعه بنصح المريض ما يتعرض لاشعه الشمس المباشره، يعني ممكن يصير ياخذه بعد المغرب مثلا او just to يعني avoid this. طبعا ليش؟ لانه لما احكي عن ادويه لها high volume of distribution فاذا ممكن توصل للسكن. لما يتعرض للسكن تبع المريض لهيك لأشعة الشمس المباشرة بطريقة أو بأخرى راح توصل الأشعة لمين؟ لهاي المركبات وتخرب. طيب شو يعني فوتوتوكسيك؟ يعني شو الفرق بين الفوتوسينسيتيف والفوتوتوكسيك؟ دكتور هي المركبات بالفوتوسينسيتيف بتتحول لإنأكتف، أما بالفوتوتوكسيسيتي بتحول لتوكسيك فراغمنتس. بالضبط، تحول لتوكسيك ميتابولايت. هسا الكينولونز من مجموعة اللي بنسميها فوتوتوكسيك، إذا they will be converted into toxic metabolite. رح نحكي عن إن شاء الله المحاضرة الجاية. هسا أهم بميزة هي مركبات، تفرجوا عندي هنا طلعوا هاي الجروب بالأولد جينيريشن موجودة وبالنيو جينيريشن كمان موجودة. شو سميناها؟ البيتا كيتو أسيد. طبعا ليش سميناها بيتا كيتو اسيد؟ مين بيعرف؟ بيتا كيتو اسيد او في بعض الكتب بتسميها بيتا اوكسو اسيد. طبعا اوكسو هاي الجروب وين جايه؟ جايه بيتا لمين؟ للكاربوكسيليك اسيد. هاي الاتوم الفا، هاي الاتوم شمالها بيتا. طبعا this group is essential for interaction with the enzyme. فإذا أول جروب مهم البيتا كيتو أسيد. بنلاحظ إحنا على كاربون نمبر 6، طبعا خليني أحكي عن الترقيم تبع هاي المركبات. ببلش من عند النيتروجين 1، بعدين هاي الكربون 2، 3، 4، طبعا 5 هون، 6، 7، 8، وهاي 9، وهاي 10. اوكي، فاذا هاي ترقيم هاي الرينج. طبعا مهم جدا نعرف الترقيم عشان لما نحكي الاتوم اتاش تو كاربون نمبر 6 could be مثلا فلورايد او اني هالوجين. جروب اتاش تو كاربون نمبر 7 بدها تكون بولر ايونايزابل مثلا هيتيرو سايكل زي البايبرازين رينج مثلا اند سو اون. طيب هسا بنلاحظ انه معظم المركبات فيها على كاربون نمبر 6 فلورايد، هاي حسنت البنتريشن انتو ذا بكتيريال سيل وخصوصا الجرام بوزيتيف. البايبرازين رينج بالعكس، ات از بولر جروب ايونايزابل جروب، فاذا راح تحسن الاكتيفيتي وين؟ على الجرام نيجاتيف. على الجرام نيجاتيف، وراح نشوف كمان انها راح تخلي مركباتي مور بوتنت. الجروب المربوط على كاربون نمبر 1 زادت البوتنسي لهاي المركبات، وراح نحكي مثلا هذا هو السيبروفلوكسيسين.
طبعا نتفرج على المركبات is very simple يعني من ناحية الستركتشر لا تعتبر المركبات المعقدة. ف 3 4 steps maximum I can synthesize ciprofloxacin. I can synthesize all these derivatives. And it's very simple to synthesize them. في الجروب الصبح سألوني طب الدكتور هاي فيوز سيستم. طب مش صعب اني اصنع فيوز سيستم؟ طيب هسه الفيوز درينج هاي it is very easy to obtain. يا اما بشتريها زي ما هي. ما في اي مشكلة موجودة هاي الجروب. Available. وسعرها يعني very very cheap so I can buy it and add the extra groups. بالمقابل تصنيعها سهل. It's not unstable fused system. Okay. مي زي ما شفنا في البنسلين هاي الرينج it is chemically stable. أنا ممكن أصنعها من هذا المركب بنزين with مثلا كاربوكسيليت من هاي الجهة with amino group من هاي الجهة. تخيلوا يعني very simple. هذا المركب طبعا موجود amino benzoic acid يعني الكيلو يمكن حقه 20 دينار. It's very simple to obtain. بعدين ببلش أصنع منه different derivatives. فإذا they are very easy to synthesize this type of antibacterial agents. بالنسبة له الميكانيزم اوف اكشن معظم الكتب بتحكي انه ارتباطهم irreversibly with what is called the DNA gyrase DNA topoisomerase enzyme. سمعتوا في topoisomerase enzyme في biochemistry cell division؟ طيب topoisomerase enzyme مثلا topoisomerase 4 مهم بإشي بنسميه اللي هو relaxation of DNA وال uncoiling of DNA. ال DNA بيكون double strand helix زي ما احنا شايفين عشان تصير عملية ال transcription وال replication لازم يتحولوا لإيش؟ شو هذول نسميهم؟ single helix strand و uncoiled يعني بعيدين من بعض عشان تصير عملية الريبليكيشن بشكل أسرع. مين اللي بيعمل هاي العملية؟ topoisomerase 4. في عنا بالمقابل DNA gyrase enzyme هذا شو بيعمل؟ بيعمل السوبر كويلينج of DNA يعني بيرجع بيخلي DNA على شكل spiral أو اللي هي الدبل helix. فإذا topoisomerase for the relaxed form of DNA prior to وبعدين بيجي عندي الجايريز it's important for the supercoiling of DNA structure. So they are both important for the DNA replication. طب إذا أنا عملت inhibition للعملية هاي أو العملية هاي I'm going to inhibit the DNA replication وبالمحصلة النهائية البكتيريا راح تضعف شيئا فشيئا بعدين راح تموت. واضح؟ فإذا هم بيشتغلوا على DNA topoisomerase DNA gyrase. و if you remember احنا كنا نحكي عن الانهبيترز يا اما يكونوا competitive inhibitors صح ولا غلط؟ يا اما يكونوا non-competitive inhibitor. الcompetitive inhibitor وين بيرتبطوا؟ بنفس البايندينج سايت. البايندينج سايت. active site. بينما non-competitive بيرتبطوا وين؟ على الالستريك سايت. على الالستريك. طب شوف طب في عندي نوع ثالث تعلمناه بالاور بالميديسينال 1 سميناه الان كومبيتيتيف. مين بتذكر شنو ان كومبيتيتيف؟ انزيم بلس سبستريت بعطيني انزيم سبستريت كومبلكس بعدين شو راح يعطيني؟ برودكت صح ولا غلط؟ هذا الاشي اللي تعلمناه بالميديسينال 1. هسه الانهبيتر لما يكون كومبيتيتيف وين راح يرتبط؟ بنفس مكان الاكتف سايت للسبستريت على الانزيم نفسه. والنون كومبيتيتيف كمان بيجي بيرتبط على نفس الانزيم بس على الالستريك سايت.
طب what about the uncompetitive enzyme؟ ال uncompetitive sorry uncompetitive inhibitor وين راح يرتبط؟ دكتور كان بيكون في لها مكان لا راح يرتبط على الكومبلكس يعني راح يكون حاط اجر على اجر هون قاعد وبستنى لبين ما الانزيم يرتبط بالسبستريت بيجي بيرتبط فوقيهم يا اما طلعوا كيف يا اما بيرتبط يعني هنا تخيل انه هذا السبستريت ارتبط جوا يا اما بيجي الانهبيتر تبعي بيرتبط فوقيهم يعني هون This is my inhibitor. بهاي الحالة شو راح يعمل مركب الدوائي؟ راح يمنع خروج ال راح يمنع إنه يعطيني برودكت. بالضبط راح يمنع خروج البرودكت. يعني ممكن والله يتكون عندي البرودكتس جوا بس أنا سكرت البايندينج سايت أو غيرت شكل المدخل أو المخرج تبع الأكتيف سايت. يا إما بيجي مركبي وين بيرتبط؟ بيرتبط اللوستيكلي بهاي الحالة شو حكينا الالستريك انهبيتر شو بيعمل؟ بيغير شكل البايندينج سايت بالضبط وممكن شو يعمل؟ يسكر البايندينج سايت فوق الناتشرال سبستريت في كلا الحالتين هل انا عملت انهبيشن لهذا الانزيم ولا لا؟ عملت عملت انهبيشن وهذا الاسم او هذا النوع من الانهبيتر بنسميه الان كومبيتيتيف انهبيتر طبعا المنطق بيحكي اذا انا بدي ادرس ما بروح بدرس الشكل تبع الانزيم عشان اصمم مركباتي شو بروح بدرس شكل الكومبلكس عشان اصنع دواء يشابه هذا الشكل الجديد اللي هون او يشابه شكل الالستريك سايت الجديد اللي تكون بعد ما ارتبط دوائه او السبستريت على الاكتيف صحيح. مفهوم شباب هاي النقطة؟ واضحة؟ طيب إذا ما فيش أي سؤال معناها واضحة بس مش تجي بالامتحان تحكوا لي مش واضحة دكتور خلينا نشوف هسا بالنسبة للأدوية وتأثيرها على الجرام بوزيتيف راح يرتبطوا بالكومبلكس اللي تكون بين الدي ان اي والتوبو ايزوماريز 4 شايفين بينما الجرام نيجاتيف بيرتبطوا بالكومبلكس بين الدي ان اي والتوبو ايزوماريز 2 اللي بالبكتيريا عاده يسمى ايش دي ان اي جايريز اوكي يعني في البكتيريا اسمه دي ان اي جايريز في الماميليا شو اسمه توبو ايزوماريز واضح؟ فهذه نفهمها نحفظها انه بالجرام بوزيتيف الكومبلكس اللي تبع الدي ان اي والتوب ايزوماريز 4 راح يرتبط الدواء فيه بينما جرام نيجاتيف it will bind with the complex between DNA and top isomerase 2 اللي هو الدي ان اي جايريز هسه زي ما حكينا في بدايه المحاضره انه التوب ايزوماريز is also available in our cells but Because of structural differences between the mammalian topoisomerase and the bacterial topoisomerase, في عندي some sort of selectivity. هاي المركبات مثلا بالجرام بوزيتيف ترتبط 1000 مرة أفضل على البكتيريال version of this enzyme compared to the mammalian. But this does not mean that this type of antibacterial agents they are 100% selective واضح مفهوم هاي النقطه اذا هم مش 100% selective في لهم شويه activity على الماميليان انزيم اسمعوا صوت شباب واضح حاسس بحكي مع حالي انا لا واضح طيب هذا بالنسبه ل الميكانيزم اوف بايندينج بتهمناش طبعا احنا نشوف كيف بالضبط الكينولونز مرتبطين وشو عاملين بوندز يعني مش موضوعنا فور ذا تايم بينج
ممكن بعدين الواحد إذا حب إنه يصنع مركبات جديدة من هاي الكينولونز يرجع يدرس بالتفصيل كيف هاي المركبات مرتبطة وشو عاملة بونز. طيب آخر إشي في محاضرتنا اليوم نحكي عن SAR of الكينولونز. هسا حكينا أهم جزء بالبايندينج اللي هو البيتا كيتو أسيد، شايفين هاي اللي عامل عليها أنا هاي المربع أو هذا الشكل. It is essential for gyrase binding as well as bacterial transportation. إذن هم مهمات الارتباط ومهمات لدخولنا أو دخول المركب داخل البكتيريال سيل. طيب نيجي على كاربون نمبر 1 اللي فيها نيتروجين، شافوا إنه الجروب اللي attached to this nitrogen مهمة بالبوتنسي وبتأثر على الفارماكوكاينت. طبعا أحسن جروب انضافت على هذا الموقع الإيثايل والسايكلوبروبايل. طبعا السايكلوبروبايل اللي هي هاي الجروب زي اللي موجودة بالسيبرو فلوكسسين، شافوا انه هاي الجروب أحسن جروب انضافت في هذا الموقع، فراح نشوف انه كثير مركبات تحتوي على السايكلو بروبايل جروب. كاربون نمبر 2 بحكي لي it is very close to the gyrase binding site. شو يعني very close؟ شو يعني very close to the gyrase binding site أو اللي هي boundaries أو walls of the binding site. It is very close. يعني بالضبط هي يعني تقريبا شبه متلاصقة. طب شو معنى الحكي هذا؟ هل بقدر أضيف جروب على كاربون نمبر 2؟ لا بالضبط، إنه البلكنس هنا بتلعب دور كبير بالارتباط. إذا أنا حطيت بلكي جروب rather than the hydrogen atom it will inversely affecting the activity and the binding. عشان هيك هذا الموقع unsubstituted لأنه ما في مجال. يعني تخيلوا إذا أنا حكيت لك أرسم لي كيف شكل البايندينج سايت، ممكن واحد يجي يرسم لي هيك أو الله هنا صارت قريبة جدا من، شايفين كيف ما في مجال أحط ميثايل جروب اللي هي أصغر جروب ممكن أحطها في هذا الموقع. تمام. كاربون نمبر 5 تعتمد على هل الجروب اللي راح احطها لايبوفيليك ولا بولر. لو فرضنا حطيت لايبوفيليك جروب وين تتوقعوا الاكتيفيتي تزيد؟ على جرام بوزيتيف. بالضبط. واذا حطيت بولر جروب الاكتيفيتي راح تزيد وين؟ على الجرام نيجاتيف. على الجرام نيجاتيف. الفلورايد اتوم على كاربون نمبر 6 has improved the penetration into the bacterial cell wall وبنفس الوقت راح تزيد الجايريز افينيتي، قدرة الارتباط مع الجايريز انزيم. على كاربون نمبر 7 mainly شفنا قاعدين بنضيف بولر جروب ايونايزابل، it will improve the activity against the gram negative pathogen. فعلا حتى كمان في بعض المركبات زادت الاكتيفيتي وين؟ على السودوموناس اريوجينوزا. هذا كله بسبب الجروب اللي مربوطة على كاربون نمبر 7. آخر إشي بالنسبة للأس اي آر فور ذيس ديريفاتيفز اللي هي كاربون نمبر 8، طبعاً إلها علاقة بالفارماكوكاينتيك وإلها علاقة بالأنيروبيك بكتيريا. راح نشوف في بعض المركبات فيها إيش؟ فيها حلقة بين كاربون نمبر 1 اللي هي الان 1 هون بهاي الحاله والكاربون نمبر 8. يعني هاي المركبات شو صفات بتحتوي؟ هاو ماني رينج؟ 3 رينج. 3 رينجز 1 2 3. اشهر مركب يعني من هاي المجموعه اللي هو الاوفلوكسسين. في احد بداوم الصيدليات أوفلوكسسين شو اسمه التجاري؟ مين بعرف؟ طبعا كان موجود أورال، يعني كان منه حبوب اللي هو الأوفلاسين
ويمكن واحد او يعني another two trade names, بس هسه مش يعني بطل يستخدم الأوفلوكسسين as orally administered compounds, مش لأنه توكسيك, مش لأنه إشي, لأنه المركبات اللي إجت بعديه زي السيبرو والليفو هم more potent than this compound. طبعا موجود حاليا بالصيدليات الأوفلوكسسين بس على شكل إيش؟ على شكل آي دروب. بالضبط. شو اسمها التجاري؟ والله مش هيها صح صح شوية معلش. أوفلوكس. أوفلوكس أنا كتبتها هون, هاي الاسم التجاري تبع الأوفلوكسسين. طبعا الليفو فلوكسسين هو البيور آيزومر من الأوفلوكسسين. رح نحكي عنه إن شاء الله المحاضرة الجاية مش المحاضرة. This compound is the pure isomer of the ofloxacin. وهذا الإشي اللي دائما بذكركم فيه سميناه chiral switching. إذا متذكرين حكينا عنه في medicinal one, chiral switching. إني بعطي pure isomer, pure active isomer, rather than giving the racemic mixture. Okay? طيب. رح نحكي عنه. Don't worry. آخر إشي بس زي ما وقفنا مع شعبة الصبح نحكي عن المركبات وأشهر المركبات الموجودة بأسواقنا. طبعاً تتراوح من first generation ل fourth و fifth generation quinolones. طبعاً first generation النالديكسيك أسيد اللي كان اسمه نيجرام. طبعاً النالديكسيك أسيد مش موجود بالأسواق هسه, يعني أنا لحقته بس زمان زمان يعني. نيجرام كان اسمه, وفي مركب ل لدار الدواء كان اسمه نيليدكس. anyway سينوكساسين ما نزل اصلا على اسواقنا الاردنيه واسواقنا العربيه. I think موجود باوروبا كان موجود. فالفيرست جينيريشن فورجيت ات, دي ار نوت افيلبل اني مور. سكند جينيريشن بعدهم موجودين, دي ار هايلي افكتيف. نورفلوكساسين, لومي فلوكساسين, اوفلوكساسين, سيبرو فلوكساسين. ثيرد جينيريشن ليفو فلوكساسين. طب السيبرو شو في اسماء تجارية له؟ سيبرو فلوكساسين في كتير. سيبرو دار سيبرو كوين, سيبرو سيبرو فارم, تمام, سيبرو بي, مجموعة كبيرة من المركبات اللي بتحتوي على السيبرو فلوكساسين. ليفو فلوكساسين اللي هو التافانيك أكيد سمعته في الاسم. في عنا ليفوكس, في عنا تفاكوين, مجموعة كبيرة, ماتادور. طيب سبار فلوكساسين, جاتي فلوكساسين, معظمهم هاي الشغلات عبارة عن قطرات عينية لعلاج اللي هي بكتيريا الكونجنكتيفايتس. طبعا هذا اللي حكينا عنه اللي هو الأوفلوكساسين. شايفين الحلقة الجديدة اللي بين كاربون نمبر 8 وكاربون نمبر 1, الأوفلوكسسين اللي موجود بالصيدليات رسمك زي ما حكيت لكم قبل شوية. فأنا بدل ما أعطي رسمك واحد منهم هو الأكتف, فشو صنعنا؟ الليفوفلوكسسين اللي هو الأس آيزومر من الأوفلوكسسين. And nowadays we are administering this compound and it has replaced the أوفلوكسسين from the market. واضح شباب النقطة؟ طيب فلاحظوا معي كمان الـ R1 اللي مربوطة بالنيتروجين, طلعوا almost all of them with a cyclopropyl group. فهاي نقطة كثير احنا بنحبها بالميديسينال كيمستري وبالديزاين اوف نيو دراجز. لما انا اشوف جروب يعني اقنعتني وارضتني بما فيه الكفاية بحافظ على هاي الجروب. I will keep it in the successive and in the new derivatives. فالسايكلوبروبايل كانت مناسبة جدا للأكتيفيتي والبوتنسي and we kept this group. بالمقابل الجروب اللي مربوطة على كاربون نمبر 7 لاحظوا معي كلهم بيحتووا على بولر ايونايزابل نيتروجين اتومز, بس في اختلافات من ناحية الشكل تبعهم.
اوكي. في احد عنده سؤال على محاضره اليوم شباب؟ Do you have any question؟ هيك بنكون خلصنا محاضره اليوم. ان شاء الله بنكمل على الكينولونز، ما ضلش تقريبا 10 سلايدات، ان شاء الله المحاضره الجايه بنكملهم. راح نحكي المحاضره الجايه على التوكسيسيتي، كيف هاي المركبات توكسيك، وكيف انا ممكن اصنع مركبات منها كانت مور سيلكتيف جرام نيجاتيف، مور سيلكتيف جرام بوزيتيف، والبوسيبل دراج دراج انتر اكشن تبع هاي المركبات مع الاذر ديريفاتيفز. تمام هيك؟ طيب تمام. إذا ما في أي سؤال يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنشوفكم المحاضرات الجاية. السلام عليكم.